التونسيون في ليبيا، ملف حارق أحرج مسؤول البلدين كلما طرح على طاولة نقاش. مختطفون وموقوفون ومفقودون، هكذا هو حال أغلب التونسيين على الأراضي الليبية. ملف شائك، فشلت دبلوماسية البلدين عن كشف حقيقته. عندنا إيقافات وأيضا اختطافات بطبيعة الحال لعديد من التونسيين. اليوم كي نشوفوا نتحدثوا على عدد التونسيين المخطوفين في ليبيا، نيجو أكثر من 21 مخطوف، وعلى رأسهم موظف السفارة التونسية وليد الكسيكسي، وأيضا الصحفيين النذير القطاري وسفيان الشورابي. اليوم عندنا بطبيعة الحال من بينهم هضوم 21 عندنا مرأة أيضا تونسية مخطوفة، إلى الآن ما عندنا عليها حتى معلومات. كي نشوفوا نتحدثوا بصفة عامة عن وضع التونسيين هناك في السجون، هي أوضاع سيئة، وأيضا سجلنا حتى في فترات سابقة عديد من حالات ممارسات التعذيب. وقت نتحدثوا على السجون نتحدثوا على رقم كبير، عندنا أكثر من 250 تونسي في السجون الليبية بين المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى والمنطقة الغربية، وضمرهم بشكل طبيعي. إيش معناه بشكل طبيعي؟ يعني أنه الإيقافات تمت في قضية حق عام، يعني أنه هضومة لا معناصر تكفيرية ولا هم دعواش ولا عندهم أجندات بأي شيء يمس من أمن ليبيا. عندنا أيضا تونسيين انضموا إلى تنظيمات تكفيرية لما يعبر بهم عناصر داعش. اليوم هضومة عددهم ما هوش محصور، عندنا فيهم اللي نعرفوه في السجون، وفي حتى اللي نعرفوه جثث، عندنا جثث لهم في مستشفى في العاصمة الليبية طرابلس. النساء والأطفال عنصرين خارج المسؤولية المباشرة في العمليات الإرهابية التي نفذها عدد من التونسيين في الأراضي الليبية، لكنهما علقا في تفاصيل ملف مكافحة الإرهاب وأخذ بذنب من خطط ومول ونفذ عمليات إرهابية في ليبيا. تحدثوا على نساء دواعش بالسجون الليبية، اللي عندنا تقريبا أكثر من 20 مرأة تونسية بالسجون الليبية مع مصحوبات بأبنائهن، وعدد الأطفال 41 طفل. 41 استطعنا الرجوع السنة الماضية بطفل، الآن المدة هذه نعمل على استرجاع 10 أطفال بين سجن معيتيقة وقاعدة جوية مصراتة من أجل العودة بهم، لأنهم هم أيتام. يعني هضمة أثبتنا أنهم توانسة، وأثبت اللجنة التونسية المشتركة التونسية الليبية أنهم توانسة، ونحن الآن نعمل على العودة بهم. عائلة المختطفين والمفقودين هم أكثر الناس معاناة في هذا الملف، فشح المعلومات عن أبنائهم يجعلهم بين أمنية بقاء أبنائهم على قيد الحياة وإشاعات وفاتهم التي تظهر بين الحين والآخر. وليد عنده 16 سنة في ليبيا، يخدم حارس ليلي في دار سفير تونس في ليبيا. طلب السفير، قال مشكون اللي تطوع؟ قال له هو انا نتطوع. تطوع ثم كيجي من حرم الحرب، العلم التونسي ما هبطش من جو الجيران، قالوا له هبط العلم، قال ما هبطاش، الموت واحده. وقعد يخدم ثم، نهار اللي يجي صاحبه باش يخدم في عوضه، عندنا كهرباء نتاع القنصل في قنطازي، قال له جيبها لي معاك. جابها وفات باش نتاع العرس، ومن مقرر باش نعرسله في مارس 2015 9 متاع الصباح، دخل السريع في ليبيا. من وقتها ما عندنا حتى علم عليه، حي ميت. نحب المواطنين الليبيين الأحرار يقوموا واجبهم نحو ولي الكسيكسي. احنا الناس هذي اللي كان مات قدر الله رحمة الله عليه، واللي كان عايش نفس عامي يقولوا لنا هم الانترنت موجودة، نجي نتكلم يقول السيد هذا اللي قتلت. احنا نحب نعرف الحقيقة. أم مريضة، أم ثلاث جلطات، أم عينها ما تشبحش بها، عين الأخرى شوية بركة تقول حب نشبح ولدي، ترسم تعيش في الليل تقول وين ولدي. معناها ما بيدي حيلة. يبقى مصير التونسيين العالقين والمفقودين في ليبيا أحد أهم الملفات التي توتر العلاقة بين البلدين، حتى أنها تسببت في أحيان كثيرة في احتجاجات شعبية وغلق للحدود. ملف يرتبط أساسا بالوضع الأمني في ليبيا، ولا يمكن أن يقل إلا باستقرار ليبي تام.